ربما لا تتواجد أصلا فيهم، لكننا ابتكرناها لهم وسلمناهم إياها. ترى هل لهذا النفاق الاجتماعي تأثير حالي أو مستقبلي على ثقافة المجتمع بشكل عام وعلى القيم التي تغرس في نفوس أطفالنا بشكل خاص؟ ألا نربيهم شيئا فشيئا على التنازل عن حقوقهم والخنوع خوفا من المساس بشخص ذلك المسؤول الفاسد يشاع تمجيده بين الناس؟ أليس التنازل عن الحقوق حلما لعدونا الصهيوني الذي يسعى دوما لخلق جيل فلسطيني خانع؟ كل هذا وأكثر سنطرحه عليكم، وسؤالنا لكم: هذا النفاق الاجتماعي إلى أي مدى كان موجود أو موجود في مجتمعنا؟ هل يجب أن نمدح ذلك المسؤول على عمل موكل له؟ وما هو المطلوب منا في التعامل مع المسؤولين؟ ماذا قال الإسلام في هذا؟ وكيف كانت النماذج الإسلامية التاريخية في الحديث عن المسؤولية والمسؤولين؟ كيف يمكننا أن نقضي على النفاق الاجتماعي؟ وحينما نقول النفاق الاجتماعي، هو ليس نفاقا دينيا أيها الكرام، هو ليس نفاقا دينيا يظهر فيه المرء الإسلام ويبطن فيه الكفر، بل هو يتعلق بسلوك اجتماعي وعلاقات فردية أو أمراض اجتماعية تؤثر بقوة المجتمع وتماسك أفراده، ويظهر خطره في أن النفاق عموما مذموم ومنبوذ، والمنافقون مكروهون ومزيفون. أستقبل تعليقاتكم ومكالماتكم على هاتف أرضي 0923-3110 وعلى جوال 0599-15-10، لنذهب إلى فاصل قصير ثم نكون معكم. ستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها، ناقش وعرف أسبابا، تلقى عجبا وعجابا، نفسك بالعلم تحررنا. اسأل تفتح أبوابا، اسأل وستجد جوابا، أسرار الكون ستعرفها، ناقش وعرف أسبابا، تلقى عجبا وعجابا، نفسك بالعلم تحررها. أهلا بكم أعزائي المستمعين الكرام، وحلقة جديدة من برنامجكم كن فضوليا. حياكم الله في هذه الحلقة المباشرة والتي أستقبل فيها اتصالاتكم وتعليقاتكم، تعليقاتكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة القرآن الكريم، وأيضا على هاتف أرضي 0923-3110 وعلى جوال 0599-15-10-10. وحديثنا عن النفاق الاجتماعي في المجتمع، هذه الآفة الاجتماعية التي باتت تضرب في مجتمعنا بعد الأزمة الكورونية ظهرت بشكل كبير. هذه الآفة التي تتجذر في السلوك وفي العلاقة وفي التواصل، كيف يمكننا أن نقضي عليها لنصنع جيلا حرا مبني على القيم الصحيحة والسليمة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث هام جدا أيها الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ذو الوجهين هو الذي يأتي كل طائفة وكل فريق بما يرضيها، فيظهر لها أنها أفضل ويخالف ضدها. هذا السلوك الاجتماعي الموجود يا جماعة الخير في مجتمعنا جاء بعد هذه الظاهرة الكورونية الموجودة، هذه الآفة الكورونية التي جاءت والجائحة الكورونية التي كانت في مجتمعنا، التي أثرت في سلوك وعلاقات الناس وتواصل الناس وتعاليم الناس وفهم الناس. هذه الآفة الكورونية يا كرام أثرت حتى في تعاملاتنا اليومية. كيف يمكن أن نتعامل مع هذا النفاق الاجتماعي؟ والنفاق الاجتماعي هو مرض اجتماعي مستمر في هذه الأيام، مستمر في كثير من سلوكياتنا وعلاقاتنا. تجد الموظف واجب في حقه أن يمدح ذلك المدير الفاشل في سلوكه، وتجده إن لم يمدحه سيأخذ منه الأذى، فيبرر لنفسه أنه لا بد أن يمدحه. سؤالنا لكم: كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الآفة الخطيرة الاجتماعية، النفاق الاجتماعي وتحديدا للمسؤولين؟ كيف يمكننا أن نتحدث عنها؟ ما هي مدى خطورتها على أبنائنا وأجيالنا؟ وكيف جاء الإسلام ليقضي على هذه الآفة الخطيرة؟ وكيف جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليقدم لنا النماذج الحقيقية والعملية والتطبيقية في القضاء على هذه الآفة التي امتدت على مدار التاريخ؟ فهي لم تتوقف عند فئة أو فئة أو مجموعة أو قوم أو حضارة أو حضارة، فهي موجودة في كافة المجتمعات أيها الكرام، وما زالت متجذرة في العلاقات والسلوكيات عند الناس. هذه الآفة التي تدمر علاقاتنا وتدمر تواصلنا، تدمر تفاعلنا، كيف نتعامل معها؟ كما قلت لكم دائما وأبدا، أستقبل
اتصالاتكم الهاتفية في هذه الحلقة لنبني محتواها من خلالكم على 0923311010 أو على جوال 0599151010 أو تعليقاتكم على صفحة الفيسبوك. أيضا هذه التعليقات نستقبلها من خلالكم ونقرأها في هذه الحلقة المباشرة. نتحدث وإياكم عن ظاهرة النفاق الاجتماعي، وكما قلت نتحدث عن النفاق الاجتماعي الذي ليس هو نفاقا دينيا يظهر فيه المرء الإسلام ويبطن فيه الكفر، بل هو متعلق بالسلوك الاجتماعي، هي العلاقات الفردية، الأمراض الاجتماعية تؤثر بقوة المجتمع وتماسك أفراده، يظهر خطره في أن النفاق عموما مذموم منبوذ والمنافقون مكروهون ومزيفون، وذو الوجهين الذي يأتي دائما في العلاقات وفي التواصل. وهنا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. رواه أبو داود. وهذا دليل أيها الكرام أن لابد أن نحسن الكلام ونحسن المديحة في أن لا نزيد التمجيد فيما ليس فيه من هذا الإنسان. أوقات يقوم بهذا التصرف الإنسان إما لذكائه أو لمصلحة دنيوية للأسف، ويدخل في ذلك المصالح الاجتماعية، مصالح العمل. الإنسان مش قصده يتعدى على الناس، لكن بده يرضي فلان على حساب علان، وهو في الأصل لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. ونجدها دائما في الأعمال وفي الزملاء وفي العلاقات في العمل، في العلاقات الاجتماعية، في العلاقات. لذلك هي سميت نفاقا اجتماعيا لأثرها وخطورتها على مجتمعاتنا، على مجتمعاتنا في العلاقة، على مجتمعاتنا في التواصل. وهنا لا نتحدث، ولابد أن نميز، وهذا سؤال لكم مطروح، كيف نفرق ما بين المجاملة وما بين التملق؟ كيف نفرق ما بين مدح الإنسان بما فيه وما بين الكذب على ليس بما فيه؟ وكما يقال باللغة العامية تمسيح الجيوخ، النفاق من أجل البقاء، ألقاب ومسميات موجودة عندنا، والتسحيد والتزمير والتطبيل، كلها مسميات كثيرة موجودة في مجتمعاتنا. لكن لابد أن نميز بين المجاملة، لابد أن نميز بين مدح الإنسان في عمله والاحترام لأدائه، حتى نميز ما بين المرض الاجتماعي السلوك الخاطئ وما بين العلاقة المرتبطة في مصلحة والتي فيها نفاق، هي الآفة التي تستعصي في عصرنا هذا. والآفة الاجتماعية هذه أيها الكرام ليست آفة جديدة، يعني مش جديدة على مجتمعاتنا، هي على مر التاريخ، على مر التاريخ، سواء كان التاريخ الإسلامي أو تاريخ ما قبل الإسلام، موجود في الحضارات وموجود في التواصل. خلينا ناخذ اتصال من أخونا أبو عبد الرحمن من رام الله. السلام عليكم أبو أنس من الناصرة. أبو أنس من الناصرة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله أبو أنس، كيف حالك؟ إن شاء الله أمورك بخير. الله يعطيك العافية دكتور. يحماك، يسعد لي إياك ويبارك في عمرك. موضوع مهم جدا 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 وحساس، وأنت اختصرته بالمقدمة تاعتك حقيقة. نعم. أنا كنت محضر الكلمات اللي أنت قلت، لكن بدي أضيف. لا تفضل. في فرق بين المجاملة وبين أنك تنافق تتوخد أو تحصل على شيء أنت مش حق لك. نعم. وشغلة النفاق حقيقة ما كان فيه، لما صار في إيمان صار في نفاق. والآيات اللي ذكرتها قسم منها في آخر سورة النساء: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. سورة المنافقون: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ولا تعرفنهم في لحن القول، في سورة محمد. صح. حقيقة يعني إذا كان القصد من كمان مرة بدنا نفرق بين المجاملة وبين المسايرة وبين النفاق يا لطيف، حتى لا نكون من الذين في الدرك الأسفل من النار. فأنا أقول له الظواهر لازم إحنا نقوي بعض على قول كلمة الحق بالأسلوب الطيب. جميل. من غير ودوا لو تدهنوا فيدهنين، من غير النفاق ولا مداهنة. ممكن يساير مش على حساب، إحنا نقول مش على حساب العقيدة والدين، مش على حساب شغل مش إلك، مش على حساب إنك أنت ترضي، على حساب إنك تضر غيرك. هذه الأمور لازم إحنا نميزها. في قول بقول إنه الفرق بين جبر الخواطر وكسر الخواطر، خيط رفيع اسمه الأسلوب، يعني حقيقة بين كسر القلوب وجبر القلوب، خيط رفيع اسمه القلوب اسمه الأسلوب. نعم. لكن كمان مرة أنا بقول من أجل إنك أنت تحصل على شيء مش من حق، زي ما بقوله بالنسبة للرشوة دكتور محمد. نعم. فإله ظواهر سلبية. إحنا ربينا أولادنا، مجتمعنا شافوا منا إحنا القدوة الأبيات هذا الأمر. المستقبل مش مليح لأولادنا،
وبعطي المجال لغير ان شاء شكرا الله. شكرا إن شاء الله. شكرا ابو انس، الله يجزيك الخير ابو انس وبارك في عمرك. ابو انس تحدث عن موضوع جدا مهم جماعه الخير، وهذا سؤالي لكم، كيف نفرق بين المجامله وبين النفاق الاجتماعي؟ كيف نفرق بين مدح الانسان بما فيه وبما ليس فيه؟ كيف هل مطلوب مني دائما اني امدح المسؤول بما ليس فيه؟ لازم دائما اسحج هالمسؤول وارفع من قيمته ومقامه؟ خلينا نروح لاخونا ابو عبد الرحمن من رام الله. السلام عليكم. طيب إذا أبو عبد الرحمن بترجع لنا حقك علينا أبو عبد الرحمن. كما قلت لكم أيها الكرام، استقبل اتصالاتكم على 0923311010 أو على جوال 0599151010. والحديثنا اليوم عن النفاق الاجتماعي، وتحديدا النفاق للمسؤول، المسؤول اللي ما بيقوم في مسؤولياته، المسؤول اللي ما بيقوم في أعماله، فقط هي ظاهرة التمجيد والتسحيج وظاهرة التملق وظاهرة يعني بنكبر وبنعطيه يعني كما يقال شيء فوق قيمته. أنا كنت تحت الهواء بالإعداد أنا والأستاذ محمد الملاح، ونتستذكر في التاريخ عن قصص الناس اللي سحجوا في التاريخ. في ناس أول أنا سألته سؤال، قلت له والله شيخ محمد هل في هناك يعني مسحجين في التاريخ مروا في التاريخ الإسلامي؟ فحدثني عن ذلك الضرير اللي مر عليه المتوكل، فقال له ما شر يعني ما أسوأ شيء في العمى؟ شو أسوأ إشي في العمى؟ بتعرفوا المتوكل كان خليفة، فمر على هذا الضرير، قال له شو أسوأ إشي في العمى؟ فطلع شو جوابه، قالوا أني لا أراك يا أمير المؤمنين. طبعا هاي أول طريقة تسحيج وظاهرة نفاق في العالم، يعني زلمة ضرير أنت عشان مش شايف الأمير، الله يجعلك لا تشوفه إن شاء الله، إن شاء الله تشوف الخير أفضل ما تشوف ذلك. وهذا طبعا بيدلل قديش الموضوع يعني متجذر في الهلع والخوف وتمجيد الناس وتمجيد المسؤولين، وبيخلي للأسف المسؤولين هم يصدقوا حالهم. خلينا نأخذ أخونا أبو محمد من الخليل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، الله بارك في عمرك. أول حاجة شكراً لك كثير يا دكتور، الله يسعدك، بارك الله فيك، أثلجت صدورنا يما. فعلاً المسؤول لازم يكون في خدمة لأنه هيك جاء مش بوخد راتبه. لا خير فيكم، لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمع. أحسنت. اللهم صل على سيدنا محمد. أول حاجة شكراً كثير لك، الله يكرمك، إذاعة المباركة، ونسأل الله السداد لنا ولكم. آمين. يعني الواجب علينا النصيحة، النصيحة إحنا كأمة كشعوب الواجب علينا النصيحة لكل مسؤول. يعني صح. حينما بطالب دولة مدنية، طيب مثلا يعني اللي بطالب دولة مدنية أي حريات، طب أنت بدك تعطي حريات للشذوذ، حريات لأعداء الله، لأعداء الإنسانية، لأعداء الفطرة، وفي نفس الوقت أنت بدك تمنع هذه الحرية عن أهل الصراط المستقيم، عن أهل الدين. يعني أمور يعني مش بالسهل إنه إحنا كما يقال أبو محمد تلك قسمة ضيزة، يعني مش عادلة هاي القسمة. الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، يعني استحملنا يعني كل المسؤولين. أول حاجة المسؤولين إحنا، إخوتنا، أولاد عمنا. صحيح. يعني إحنا مش نضل بس نسب ونلعن على المحبة، نضل يعني نذكر بعضنا، وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. أحسنت. يعني موضوع يعني أنا حاليا إجاني خطيب لبنتي ناقصة 5 أشهر عن السن القانوني، اتصلت مع أخ إلي اللي هو مدير المحكمة الشرعية في رام الله. نعم. أنا من الخليل طبعا، فبقول له شو الموضوع؟ لو بقول لي أنت بتقدم الطلب وإما إنه يجيك القبول من قاضي القضاء أو الرب. طب أنا بسأل سؤال، إذا الله جل جلاله أحل ذلك، مين أنا كنت من أكون حتى إني أقول وأقول لا، أحلل الحلال أو أحرم الحرام؟ يعني أصدر قوانين تقيد حرية المسلم الذي يريد العفة والطهارة. تبارك الله فيك، يعني الله شكرا أبو محمد، شكرا لكل المسؤولين. آمين. ويجعلها هدايات إلنا وإلهم وللمسلمين، ثبات إلنا وإلهم يا رب وللمسلمين أجمعين. شكرا، بارك الله فيك، الله يسعدك، شكرا جزيلا لك. يعني أبو محمد أشار لموضوع أعتقد أنه له علاقة في قانون الأسرة، وهذا لابد أن يناقش في حينه وفي وقته، وضروري أن يتقال فيه كلمة الحق. أنا بدي أشكر أبو محمد، ولكن ما زلت بأكد على موضوع مهم جدا بدي أناقش وأسمع منكم آرائكم يا جماعة الخير. هذا النفاق الاجتماعي للمسؤول، المسؤول بأخذ راتبه وبأخذ علاواته وبأخذ مكافآته، وبعد حين سيذهب إلى البيت، مش راح يظل موجود في مسؤوليته. هل مطلوب مني دائما أني أمدحه وأمجده وأني دائما أتحدث عنه بما ليس فيه، أم أنصحه؟ يعني إحنا بدنا نفرق بين النصيحة، بين المجاملة، وبين النفاق الاجتماعي اللي مرات بصل إلى درجة كما يقال في لغة الناس وصارت لغة معروفة التسحيج،
أو التطبيل أو التزمير وسموها زي ما بدكم. هذه الظاهرة صارت أصلا يعني أنت بتطلع مرات على مواقع السوشيال ميديا فتشعر بنوع من الاشمئزاز، يعني مش لهالدرجة، ولا أنتم بتألهوا في بعض الآخرين وبتمجدوا فيهم. إذا أحسن نقول له أحسنت، بس أحسنت بكفيها يعني، بجوز زيادة عليه في بعض الأحيان. ما هو بأخذ الراتب وما هو بيشتغل، ما هو مهمته هو قبل أن يخدم الناس وأن يكون في مصاف خدمتهم والوقوف معهم. هذا الحديث اللي لازم دائما نفهمه مشان ما يتأثروا أبنائنا ونبنيهم بشكل سليم وسوي. خلينا راح أخونا أبو هيثم من طول كلام. السلام عليكم أم هيثم. حياك الله، الله يكرمك يا رب، بارك في عمرك ويعطيكم العافية. الله يحماك. برامجكم دائما مفيدة وشيقة وتفيد أمتنا. الله يتقبل منا ومنك يا رب. أنا بقول النفاق موجود موجود، بس أحيانا المجاملة فبتصير زي النفاق، صح ولا لا؟ كيف؟ خلينا نقول ما نقدرش نبشرها شوية النفاق في عيون الناس أو في عند ناس بيقول لك هذه بس مجامل. خلينا نقول واحد بده يصلح بين أم وابنها، ابنها قاسي عليها، عاصي عليها، ما يهتمش فيها، هاملها، فهو هي تغضب عليه باستمرار. فبيجي واحد ابن حلال بده يصلح بينهم مثلا لأن الولد متضايق مو تغضب عليه، هل بده كلها والله ابن قاسي وابنك كلها ابنك والله بيحبك وكذا وكذا من باب إصلاح ذات البين؟ أيوة، ما هو ما فيش فيها الصفات. نعم. بس بده يصلح مشان ما تضلها تغضب عليه. نعم. ثاني إشي الطفل عنا لما نيجي ندرسه مثلا أو بدي أحكي لك يعني في شوية نفاق، بس أحيانا الناس إحنا بنقول مثلا إنه هذه مجاملة يعني، فبدنا نشجعه، هو مش شاطر الولد، بس ما بصير تقول أنت مش شاطر وأنت كذا ونعاقبه، لا، فإحنا نقول له أنت ما شاء الله عنك شاطر وانت كذا وبكره بتصير كذا وانا بدي اجيب لك كذا لانك انت الشاطر وانا بعرف انك انت الشاطر وبكره حتجيب علامه كذا. فهو مش موجوده هالصفه عنده، صفات عنده، بس تشجعه امه. هل قولي باحترامي لك، هل هذا نفاق ولا مجامله؟ حاضر، انا سؤالك مهم جدا يا ام هيثم وتكرمي، الله يجزيك الخير وشكرا لأسئلتك. شكرا، الله يجزيك الخير ام هيثم، كان اسئلتها جدا مهمه يا جماعه الخير. احنا بدنا نفرق بين اصلاح ذات البين، بدنا نفرق بين التحفيز، بدنا نفرق بين التشجيع، بدنا نفرق بين الاسناد لابنائنا وبناء قدراتهم ومهاراتهم، وبين النفاق الاجتماعي هو ان تمدح الشخص المسؤول في بعض الأحيان بما ليس فيه على حساب الحق وعلى حساب الحقوق. هذا فرق شاسع، فرق يا جماعة الخير، وهذا اللي أنا بدي يثار لديكم. وأسئلة أم هيثم هي بتفتح مجال وتفتح مداركنا، إنه ليس مدحي لابني ودعمي وإسنادي لإله هو نفاق، وليس أيضا إصلاحي لذات البين ما بين أشقاء وما بين أمهات وآباء وما بين حتى ناس مختلفين، وبذكر الخير دون ذكر الشر، هذا ليس نفاق يا جماعة، هذا إصلاح ذات البين. وأصلا ديننا حث على ذلك، لأنك في النهاية أنت هدفك هون أن تصلح ذات البين، أنت لا بتمدح ولا بتمجد الشخص ولا أنت لك مصلحة في موضوع مسؤولية معينة. بدنا نميز، وهذا ما يسمى نفاقا، إصلاحا لا يسمى نفاقا، دعمي لابني لا يسمى نفاقا. لكن إحنا نتحدث عن آفة خطيرة في مجتمعنا، آفة المدح والتسحيج والتمجيد والتعظيم لأشخاص موجودين في مسؤولياتهم، مدير في مؤسسة ولا رئيس قسم ولا مسؤول، وما بغض النظر وين مسؤولية، تجد المداحين والممجدين بيزدادوا كثار، وبحط البوست تبعه وطبعا بصير يراقب. انا بعرف بعض الناس اذا موظفينه بيمدحوهوش يا ويلهم يعني. هذا الشخص وهذه القيمة الاجتماعية، هذه الآفة اللي موجودة عندنا، هل هي آفة مرغوبة مرفوضة؟ كيف جاء الإسلام ليعالجها؟ هل ما زالت موجودة في مجتمعنا؟ هل الظرف او الجائحة الكورونية عززت هذا النفاق الاجتماعي للمسؤولين وأوجدت اليوم ناس بيشتغلوا بشكل كتير كبير على هذه الصفحات وعلى هذا المواقع؟ الآفة هي أثرها على الأجيال، أثرها على بناء الأبناء على الحرية، أبنائنا على الكرامة، على أنك تقول قول الحق. نميز بين النصيحة لذلك المسؤول ننصحه ولا نمدحه بما ليس فيه، وسيدنا ومش سيدنا وكبيرنا وعظيمنا. للأسف ما زالت هاي الأشياء موجودة في مجتمعنا، كيف نتعامل معها؟ هذا سؤالي لكم. كيف يمكن أن نخرج بشكل سليم مسوي ويكون ديننا هو الدستور الحقيقي في تقويم سلوكنا؟ خلينا ناخذ اختنا من 48 من فلسطين الداخل. السلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله. بحكي كم نقطه عن الحروف اللي حكت لنا اياها الاخت، وانت انه في كيف احنا بنحاول نمحي نقطه الغش والخداع. نعم. عند في طلاب يعني بدرسوا بجاهدوا
اخر شيء باخذه معدل واطي، وفي طلاب معدل واطي ما بتشوف اني اللي اخذه مناصب مرموقه. طب ليه هذا الشيء؟ المهم نحن هذا الشيء بكون متوجه للكبار اللي مسؤولين عن هذا الشيء، بقول لك ما هو هذا ابن فلان. طب ما احنا ننحي هاي الشيء، ننكم هذا الشيء، بنقدرش، مستحيل يعني. فيش ولا ايات نقطه، لا دين ولا ديان ولا ايات شيء تم هذا الشيء، انه واحد كبير بمقام يقول لك ايه انا بدي ازيد، مش كيف بدي اوظف بنت هذا فلان، وكيف بدي احد. طب هم عدلوا واطي، وين الاخلاق اللي عندك انت تسمح لك انك توظف هذا الطالب او هاي البنت، تنجحها وشغلها بمحل وهي ما بتعرفش بهذا الشيء؟ بس عشان هاي بنت فلان، ولازم نصلح بانفسنا بالاول. هذول الكبار اللي قاعدين على هاي الكراسي هم لازم يصلحوا، بقول لك لا هذا منصبي وانا لازم اكون فيه. وبهي المناصب فيش واحد عنده بيمشي طريق الحق، الا كلهم يكون دغري، مستحيل يكون بهاي المناصب يمشي طريق الحق. يعني ما تحاولش تقنعني ان اياك واحد يمكن 90% لكن بس في ثلاث طلع ثلاثة أربعة اللي بيمشي طريق الحق بهذا المناصب. يعني إشي أعطي لك مواسط من ناحية دكاترة، من ناحية موظفين مكان عام بشركة بأي إشي، إنه يكون في عندهم خداع. وأنا بتمنى من يعني إنه بهذه الأيام بهاي السنين اللي وصلناها تنفع هاي الظاهرة، بس يا رب اقنعني إن شاء الله تنفع هاي الظاهرة. شكرا شكرا، الله يجزيك الخير، بارك الله فيكم. الله يحفظك ويحفظ أهلنا في داخلنا الفلسطيني الغالي. كما قلت لكم أيها الكرام، استقبل اتصالاتكم على 0923311010 وعلى جوال 0599151010، وأيضا تعليقاتكم على صفحة الفيسبوك. أختنا بتتحدث عن أمر هام جدا، وأنا هم نجيبها من باب النكتة يعني. من النهاية تجد بعض الناس بيقول لك يعني دير بالك على علاقتك مع زميلك اللي علاماته متدنية جدا، لأن هذا سيصبح مسؤولا، وإذا كان أبوه مسؤول بيصير مسؤول. هذه آفات اجتماعية ما هي في النهاية. وأنا بقول دائما يا جماعة الخير، هذا حديثنا عن هذا الموضوع، لأنه هاي آفة اجتماعية بتأثر على بناء وطن وبناء دولة وبناء حضارة وبناء قيم، بتأثر على بنية تربوية وتنموية في مجتمعاتنا. هذا النفاق اللي فاحت ريحته اليوم مستشرة في المؤسسات حتى الإدارية، ما نحكيها بكل أمانة، وأصبح له معاني بنجمله طبعا، بنسميه له أسماء هيك حلوة، فهلوي، شطور، حدق. هذا هو قد يكون شخص يمارس النفاق الاجتماعي للأسف. خلينا نأخذ أختنا إم سامر من طول كلام. السلام عليكم. السلام عليكم أختنا إم سامر طول كلام. عليكم السلام، حياك الله، ورحمة الله. اتفضلي أنت على الهواء مباشرة. أهلين، أفضل. بدي أحكي بالموضوع. اتفضلي. صعب اليوم التغيير عنا، وصعب القبول لا موظف ولا مدير ولا هذا انه يقبل في الانتقاد. ولو انه الانتقاد انت بتكون ماشي فيه انتقاد بناء طالب منه، الانتقاد البناء مش حرام ولا عيب، صحيح، بس هات ناس تقبل. اليوم ما شاء الله، ولو انه من بديش احكي لك من اي من وين بدا الرشاوي. نعم، اليوم الرشاوي ماشي ما شاء الله، وزي ما بتقول التبجيل والتصفيق والهذا. ولو انه العالم بيستاهلش، بس الزمن صار يطلب هيك. انت اذا ما مدحتش ولا هذا زي ما بقوله، وين الشخص الجريء اللي ينتقد واقف امام اي واحد يشوف منه اي خطأ او اي اسلوب خاطئ؟ نعم. المدير بتصرف زي ما بده، انت خلص عليك انك تقبل. انت بتروح على مستشفى، اذا شفت دكتور مقصر في حقه او موظف طال دكتور، بيطلع على عيادته وبترك دوامه مشان يروح يعالج مريض برا. تعال احكي ما في شيء. ليش مش لازم احنا هذا نوقفه؟ في ناس اعلى اللي مطلوب منها توقف هذا الشيء. لو كل الناس تقبلت اني انا انتقد هذا الدكتور، يعني زمان شفت كانوا رضي الله عنهم الصحابي ولا يقولوا من راى في عوجاج منكم في عوجاجا فليقومه. صحيح، صح، مزبوط. لكن اليوم هذا مرفوض، مش مسموح. جزء انت كموظف بسيط يطلعوك من وظيفتك، صح، يطردوك. فالكل صار اليوم بده يحافظ على وظيفته، بده يحافظ على كرسيته، بده هاد. وبتعرفش مين اللي بروح فيها، الشعب ولا الله أعلم. فنسأل الله إنه الله يلهمنا الصواب
ويلهم كل مسؤول، كل مسؤول يتحمل مسؤوليته، يتحمل إذا انتقد مش غلط ولا صحيح. عيب طالما انتقادنا بناء، ولو نقول حتى لو كان انتقاد بها قدر ما أنا بشوف في المصلحة أو هاد بدي انتقد. صحيح، شكرا يا أم سامر. انت في قلب سليم، في قلب طيب، اتقبل وصحح يعني. أوجهك من نفسك حتى ما تعرض نفسك. الله يكرمك، ما شاء الله عليك، الله يوفقنا. شكرا. كلنا يا آمين. الله آمين. لكل خير، الله يرضى عليك يا أم سامر. شكرا أم سامر، نقطتها الجميلة جدا، قبول الانتقاد ولو كان في قسوة في بعض الأحيان، فأنت مسؤول بدك تتحمل في النهاية، وأنت وقفت على خدمة الناس بدك تتحمل، وهذا بدلل قديش المجتمع لازم يتقبل حتى نستطيع أن نبني مجتمعاتنا. طيب نروح لأخوتنا، أخونا أبو أدهم من أم الفحم الغالي. السلام عليكم، من أم النور، تفضل أبو أدهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الله يحييكم على البرنامج الشريف والمهم جدا، وأنا بعتبره من أسس يعني المواقف اللي لازم تكونوا للأمة كلها الإسلامية. الله يكرمك. هو رأيي أنا هذا، يعني زي ما كثير كانوا مقولة، إذا صلحت العلماء صلح الحكماء، وإذا صلح الحكماء صلحت الأمة. نعم، للأسف اليوم تشوف العلماء بنحازوا للحكماء أو صاحبين السلطة أو صاحبين الكراسي. نعم، هذا الموجود عندنا. أما إحنا بالنسبة يعني لما نشوف الواحد يجي ينتقد مسؤول، الناس مش المسؤول اللي بلوم هذا اللي بينتقده، الناس اللي حواليه بيقولوا يا زلمة اسكت، أنت شو قاعد بتخرف، شو فهمك شو أنت عارف شو بيساوي، أنت ليل نهار شغال عشان يخدم البلد، يخدم الناس، يخدم الشعب. لما الشخص يجي ينتقد لشخص بوجهة نظر انه شاف اشي غلط او نصيحة، الناس بتزيد تنبل، بتقول له انت شو فاهمك. هو ابو ادهم بدنا نميز بين النصيحة السوية والسليمة وبين الانتقاد اللاذع او اللي فيه اساءة. انتقاد لشخص او لعمل او لهدف او لاي مشروع معين كان فيه ما كانش محله. احسنت. يعني للاسف الشديد اليوم زي ماشيين مع مع التيار زي الاخت اللي حكت. نعم. اليوم كلاتهم مصالح ورشوات، للاسف هذا اللي بيعمل وبياخذ رشوات هو اللي عايش، وبقول لك زمان مش راح يعيد زمان. للاسف. اما بدنا تغيير، هذا تغيير رباني، وجيل بس يتربى على القران وعلى السنة، اللي يبني جيل جديد ويبقى يبطل في نفاق ولا مخاذلة. الله يكرمك، شكرا اخونا ابو ادهم، بارك الله فيكم. على الله يسعدك ويبارك فيك ويبارك في عمرك، في من ام الفحم ام النور. شكرا لك يا جماعه الخير، ما زلت استقبلك كما قلت اتصالاتكم وتعليقاتكم على 0923311010 أو على جوال 0599151010، وحديثنا عن النفاق الاجتماعي، وهذا كمان بيدخل في موضوع فن النصيحة، وكمان بيدخل في موضوع قبول الانتقاد، وكمان بيدخل في موضوع أن لا يكون انتقادك لاذع مسيء، وكمان بدنا نميز جماعة الخير، إن أخطأ الآخر أو المسؤول فمش مطلوب منك أن تسيء له، بقدر ما أنك تنصحه بالشكل السليم والسوي وأن لا تسكت على إساءته. خلينا أروح أقرأ تعليقات الفيسبوك لأنها مهمة جدا التعليقات، وأقرأها قبل ما أدخل للاتصالات. إذا بتجينا اتصالات أستاذ محمد الملاح سأخذها. ابتسام عبد الرحمن تقول اللهم اصلح حالنا وأحوالنا وحال المسلمين في كل مكان، اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها خير وزكاها، آمين. أخونا أحمد محمد بقول قتلنا المنافقين ومكثرهم. أبو المنذر بقول سيد صباحكم، سيد صباحك أبو المنذر، حياة اللهم صل على رسول الله. طيب جمال بقول وقعت عيني على أقوى تسحيجة المبالغة وقعت عيني على أقوى تسحيجة المبالغة في مدح الآخر في الصواب والخطأ، وهو بيت شعر لشاعر ابن شرف القيرواني قال فيه وعد الناس، لا يا زلمة مش حقرأ لك إياه، بيت الشعر خليه بده يقرأ الشعر، وحلو بيت الشعر شوي صعب. كمال بقول أعتقد أنه هذا مرض مصاب به قليلو الثقة بالله، ولو اعتقد هؤلاء بأن المانح والمانع هو الله لما وضعوا أنفسهم في هذه المواقف. أحسنت يا أخوي كمال. مرفت بتقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بارك الله فيكم. بداية نسي المسؤول معنى كلمة مسؤول، مسؤول أي أنك سوف تسأل، ثم لأن كان النفاق الديني يؤدي بصاحبه إلى الهاوية، فالنفاق المجتمعي يؤدي بنا كلنا إلى الهاوية، والله المستعان. أحسن. أختنا دلال سماحة، الأصل قوة إيمانية وثبات معتقداتنا في التعامل، وأصل الدين المعاملة، كن قويا بمفاهيمك ولا تلبس سوى جلباب الخير، ولا تلبس ذلك بالأشياء السلبية كما قالت، عش بقناعاتك، كن ملهما محفزا مصلحا غير مسحج ولا مزمر، وتعامل بميزان شرعنا الذي لا يخشى في الله لومة لائم. أخونا عمرو الشات العائرة بين الغنمين
تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، لا تدري أيهما أيهما الغنمين، تعير إلى هذه مرة ولا هذه مرة، لا تدري أيهما تتبع. إن مشكلة المنافق أنه يعيش حسب قناعات سيده، ولكن سرعان ما ينقلب عليه حين يسقط ليتملق سيدا آخر، ويأكل على مائدة اليوم ويجلس مع شخص آخر لديه قدرة فائقة في التقلب وتقليب الحقائق، ويقلب الباطل حقا والحق الباطل دون الشعور بالخجل أو تأنيب الضمير. وهذا ما أوجدته حتى كتب التاريخ تتحدث عن هؤلاء. إمام محمد قل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، العظمة والكبرياء لله، كلكم راع من دام وأدام، فيش حدا ضل فوق التراب إلا صار تحته يا جماعة الخير. وهذا بيجعلنا نقول إنه نتقي الله سبحانه وتعالى في علاقاتنا وتعاملاتنا، وهذه قضية جدا جدا مهمة جماعة الخير، أنا أتفق معكم فيها تماما في تعاملنا مع قضية النفاق في مجتمعاتنا. وهذه القضية لازم نفهمها بشكل أفضل وأقوى لما نتحدث عن هذه الظاهرة، عن هذه الآفة. هذه آفة تأكل مجتمعنا، هذه آفة تستشري في المجتمع، وإحنا صرنا فهلويين في تسمية الأشياء كما قلت. حتى يعني هاي الظاهرة جماعة الخير، هذا النفاق الاجتماعي اللي انتشر، رائحة الكريهة اللي أصبحت موجودة استشرى أصلا في مؤسساتنا الإدارية، أصبح يحمل معاني تجميلية ومن زينه بظهر على غير حقيقته للأسف الشديد، وصلنا نطلق عليه مسميات منه ما تعتبره فهلوة وشطارة وإمكانيات خاصة بقدرات خارقة، وأصبح المنافق يعتبر نفسه شخص متميز، تحولت هذه الصفة المذمومة إلى مرض خطير استفحل داؤه، وللأسف أصبح موجود في إداراتنا، أصبح وسيلة رخيصة في بعض الأحيان لكسب المال والترقي والحصول على المكاسب وظلم الآخرين دون وجه حق، تحول إلى معول هدم للمبادئ والأخلاقيات ومنظومة القيم، وطغت ثقافتنا يا جماعة الخير، وهذا الأخطر، وطغت ثقافتنا وثقافة هذه الآفة على الثقافة السليمة والصحيحة على الجودة والإتقان، فتراجع العمل وتراجع الإنتاج. مشان هيك أصلا العلماء يا جماعة الخير إيش وصفوا المنافق؟ شخص مريض متآمر أصولي متسلق يهدم التماسك الاجتماعي، وأن النفاق صفة شيطانية يرفضها الدين ويحرمها أصلا، وداء يصيب القلب فيتمكن من الجسم. وقالوا أن الدواء يمكن في الالتزام بالمنهج القرآني الرباني والسنة النبوية المطهر والتربية السليمة للنشء والشباب. هون حديثنا أن هذه الآفة يا إخواننا خطورتها مش فقط على الذين يمارسون هذا الأمر، بل انعكاسها على مجريات الأحداث وانعكاسها على تنشئة الجيل والمجتمعات. خلينا نأخذ اتصال أخونا أبو محمود من غزة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. حياك الله محمود، تفضل. طيب الله يكرمك، الله يحفظك ويحماك، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، الله يرضى عليك ويبارك فيك. الله أن يتقبل إن شاء الله ويزيد الوعي من خلال صفة. خشينا على المنافق وعلى أحوال، الحمد لله رب العالمين، غاب الضابط، غاب الرقيب. نعم للأسف غاب عنا الرقيب، غاب عنا الله جل جلاله. يا الله لم نتعامل بشريعة الإسلام التي أتت لتخرج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد. نعم. وهذه جريمة ليست على المتسلق وليست على المتملق وليست على المارق وليست على السارق، هذه جريمة على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله. فنحن الملامون أولا، لو أتى لصوص الأرض ومنافقيها ومن يأتي بكل أساليب القبيحة أو المارقة على الدين الإسلامي ليس له طريق أمام المسلمين، لأن المسلم له شريعة. صحيح. له ضابط. صحيح. يبقى احنا لو جبنا مين مكان نمسكوا حرامية الأرض نمسكهم الحساب تبعنا، وهم تحت المجهر ويعلم أنه لو أحدث أي خلل سيعاقب، لن يحدث أي خلل. أحسنت، لأنه في رقيب وفي رقابة، في رقابة، والرقابة تكون من القاعدة، من المجتمع، من الأمة الإسلامية، وليست من المسؤول، لأنه المسؤول هو أول مفسد. نعم. لأنه هو الذي يأمن الجانب، بقول لك أنا المسؤول، مين بدي يعاقبني؟ ليس علي سلطان إلا الله، أخليها ليوم الله، تبعت الله تركها ليوم الله. نعم، مش بقول لك ليوم الله بعين الله بعد. لو إحنا الآن علم هذا المسؤول الأول أن هناك رقابة من رأس الهرم وأنه سيعاقب وسيداس ولن تستقيم له ولا لغيره كما لم استقامت لمن قبله، والله لنحن أفضل حال وأفضل أمة. صحيح، أحسنت. فمن هنا يجب يا إخوة، يا مستمعين، يا مراسلين، يا أهل الفكر، يا أهل الدين، أن نحن نوعي أنفسنا ونبدأ بمن حولنا. الرقيب. صح، أحسنت. الرقيب بيننا شرع الله،
نعرض، أنت مهندس، جميع المهندسين يعلمون أعمالك إذا كانت خلل أو غير خلل. أنا مش مهندس. صحيح. وبراقبه. لكن هناك ميزان، هناك ميزان. الله قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش معنى ذلك الخباز واحد يقول لي على كيس الطحين بحط جردل مي والثاني بحط جردلين مي، بزبطش، لأنه في معيار معين ومفهوم. يأتوا أقران يفصلوا، يما يثبت واحد أو يثبتوا الاثنين، خلصنا. أما نترك أنه هو مسؤول وخلص وهو مختص وهو شغله سليم وهو أدرى بحاله وهو اللي يتحمل المسؤولية وتاركينه يعيث فساد شرقا وغربا، لن تصلح الأمة 100%. الله يرضى عليك أبو محمد. لن تصلح الأمة. يبقى من هنا الضابط بالمثالين الصغير نضيف لهم مثل آخر. هناك يعني لو قلنا الأشياء الكيميائية الحيوية التحليلية اللي فيها أسهم، اللي فيها مقادير معيارية كمعيار الذهب مثلا، نعم، المتعارف مثلا عيار 21 775 سهم، جميل، متعارف، نعم. يجينا واحد يقول لنا لا 870 معناته هنا غش. أحسنت. ولو واحد قال لنا 880 هنا مش فاهم، مش داري، مش فاهم، مش عارف ايش القصة، يعني وصل معلومة خطأ. يبقى هنا يقوم في ميزان، في ضوابط. أحسنت أحسنت. إذا التزمنا بالضوابط لا نترك الكاتب أن يكتب كما يرى، وعندما يخرب الكتابة بحرف نراجعه، إذا كان والله خربت الكتابة بالحرف هذا بنعيد الحقوق إلى أهلها وبنعد الكتابة وخلصنا. أحسنت. أما إذا تعمد في المرة الثانية بنأخذ على يده. أحسنت. لأنه لو تركوهم لغرقوا جميعا. صحيح، وغرقنا معهم. شكرا أبو محمود. لغرقوا جميعا، لن يستغنى منا أحد، فنحن جميعا ملامين. صحيح، نحن لسنا مبرئين. أحسنت. الله يكرمك. الآن أصبحنا نرتكب أخطاء قاتلة، والله أنا أحد الناس أرتكب أخطاء قاتلة، ردة فعل على أخطاء قادمة، وهذه مصيبة، هذه طامة للأسف. أنا بدي أشكرك أبو محمود، شكرا جزيلا على اللي تفضلت فيه. الله يكرمك. الله يجزيك الخير. شكرا. شكرا أبو محمود. أكد على موضوع الرقيب، وهذه قضية جدا مهمة حتى نقدر يتحسن المجتمع. طيب أروح للأستاذ أخونا حبيبنا الأستاذ عبود عبيد. السلام عليكم أستاذ عبود، كيف حالك؟ عليكم. إن شاء الله أمورك بخير. صباحك يا دكتور. صبحك بأنوار النبي يا رب. خليل إياك. الله يسعد صباحك يا سيدي، يعطيك ألف عافية. الله يسلمك ويبارك في عمرك. يا سيدي، ما هو ربنا عز وجل في كتابه العزيز توعد للمنافقين، نعم، بالدرك الأسفل. صدقت. لخطورة هذا الموضوع في المجتمعات، لخطورته وخطورة كبيرة. وهذا المرض والآفة اللي احنا بنعاني منها ليست جديدة علينا، قديما. نعم صحيح. يعني صدقني يا دكتور. تفضل. مرة كانت في جنازة في 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 إحدى المدن، ناس ورا بعض طوابير، فأنا قلت يعني قلت هل عالم أو هذا الرجل ما شاء الله فقيه، فسألت له رجل ثري جدا جدا، نعم، مات وهو مختمر. لا إله إلا الله. شوف النفاق الاجتماعي. طبعا. لو هذا الإنسان ما لي أحدا طلع في جنازته كان عبرة لغيره. صح. ولكن لأنه إحنا في دمنا صار النفاق، فصار لما يموت الواحد الفاسد أو المفسد تلاقي بالطوابير، حتى العزة طوابير، فبالتالي وبقيمون الاحتفالات والمهرجانات كمان. نعم، حتى قوم فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري. يا ناس أنا فيش إله إلا أنا. قالوا له مظبوط، فيش إلا أنت. لو هؤلاء الناس صحيوا، لا فيش أنت، أنت بشر زينا زيك، وقفوا له زي لو وقفنا إحنا لو وقفنا للمفسد اللي إحنا من نافق له ما ضلش فاسد. صدقت. لو وقفنا للمسؤول اللي ماشي بغير تقوى الله، وقف للمجتمع بصير يمشي بتقوى الله وبصير عنده رقابة. بالضبط، لما شاف كلهم بيسحجوا له فقال أنا مظبوط ماشي معناته، فبصير فكر حاله فرعون إله. بالضبط. للأسف. فمين فرعنك يا فرعون؟ قال من يتشحر يضب لي 100%. لا يضبه ولا يرده ولا يرده. فبالتالي إحنا هذا المرض والوباء اللي أصاب الناس، وباء الكورونا، نعم، فهمت علي؟ فعلا لابد انها تصحى الناس من غفلتها. النفاق هو اخطر شيء بمر في المجتمع. المنافقين توعد لهم رب العزة بانهم بالدرك الاسفل، يعني في القاع. للأسف. يا اخوان قضية النفاق ليست سهلة، خطيرة جدا. جدا. ان تذكر الرجل فيما لا فيه، يعني ان تظهر له شيء وتبطل له شيء اخر. صح. والله واحد ازعر يا حبيبي انت تاج راسنا، والله كبير البلد انت، انت كبير البلد، وانت 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 كبر راسه. صح. قول انا معناته فعلا. فبالتالي لابد من انه فعلا نتخلص من هذا الوباء. شكرا. المجتمع دكتورنا الحبيب، ونسأل الله ربنا يردنا الى ديننا ردا جميلا،
وبارك الله فيكم. الله يعطيكم شكرا. شكرا استاذ عبود، الله يجزيك خير، الله يكرمك يا رب. وهذا اللي تفضل فيه الاستاذ عبود هو الخطير، لما بتكبر راس السيء وبتمدحه فبصير يشعر حاله انه هو على صواب. ناخذ اخونا ابو يزن من رام الله. ابو يزن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك اخي العزيز، حياك يعني الله. انت حطيت ايدك على الجروح، يعني اللي وصل الشعب الفلسطيني وخاصه احنا قضيه النطاق الاجتماعي للاسف. اي مساله بدك اياها او اي وظيفه او اي شيء بدك اياه بدك نطاق اجتماعي. وهذا اللي صار في شعبنا الفلسطيني، يعني شوف قديش التفرقات والاحزاب والجماعات وكله كله كله هذا من اجل مصالح شخصيه ضيقه والعياذ بالله. فعشان هيك اخي العزيز كل هذا بعد عن أنبل شيء اللي هو منهجنا الإسلامي. صدقت. أحسن شيء إنه إحنا نرجع لديننا أخي العزيز. لما أنا كرجل بعيش في مثلا في دولة، خلينا نحكي دولة، أنا كمواطن اللي حقه عليه واجب، لازم نكون إحنا نبني على هذا الأساس، نبني كل معاملاتنا وكل ما نحتاج. اثنين أخي العزيز، يعني إحنا بنعيش في ضائقة مالية وبنعيش في وضع صعب. نعم. طب ليش ما نطبق الزكاة؟ ليش ما يعني ليش ننافق لأوروبا لأمريكا ولا لمين مكان؟ ليش ما عندنا منهج؟ عندنا منهج بنقذنا وبيخلينا نحكم كل البشرية، بيخلونا نموذج للعالم كله. عندنا منهجنا الإسلام أخي العزيز اللي صحيح. اللي بيرفعنا وبيعزنا وبيخلينا سادة وقادة لكل الأمم وبحمينا. شكرا أخوي أبي يزن. يعني إحنا خاصة إحنا في وضع ما بنعيش فيه يجب على الجميع، يعني بدون استثناء كمواطنين كمسؤولين كلهم في موقف إنه نرجع لديننا. عندنا منهج متكامل بنقذنا وبنقذ كل البشرية يا أخي العزيز. بارك شكرا فيك. شكرا أخوي بيزن، شكرا لك، الله يكرمك ويبارك فيك. في الدقائق القليلة يا إخواننا خلينا نحكي نركز سريعا ونقول إنه علاج النفاق حقيقة يبدأ أولا من الأسرة، مشان إحنا نحكي نضع المواضيع في نصابها. أن تبدأ بالأسرة. طب السؤال كيف تبدأ بالأسرة؟ الوالدين يجب أن يكونوا القدوة أمام الأبناء، القدوة. أنت كأب وأم أنت القدوة أمام أولادك بالتحدث أمامهم بكل صدق، منحهم حرية التعبير عن آرائهم. المدرسة دورها تعليم الطلاب البعد عن الكذب والنفاق في المجتمع. المهم تماما أن يتم تدريسهم مادة تربية أخلاق. اليوم صحيح يدرس اليوم التربية الإسلامية ومادة الدين، لكن لابد أن تدرس التربية الأخلاقية وأن تكون منظومة مكتملة ومتكاملة بشكل عملي، مشان نكرسها في عقولهم حتى يصبح منهج وسلوك بيعتادوا عليه، حتى نقدر نعمل تنشئة سوية وسليمة. يا جماعة الخير، إحنا في مجتمعاتنا نحتاج دائما إلى المصداقية في التعامل، محاربة كل أشكال النفاق الاجتماعي في جميع وسائله المتاحة للأسف، بالأخلاق التي لها دور في تحصين الأجيال من الانزلاق إلى مستنقع العمل، إلى هذا المستنقع المضل المدمر الذي يجعل الناس يعني يأخذوا مواقع لا يستحقونها فيدمرون الأمة والدولة والمجتمع والمؤسسة والشركة وغيرها. لابد أن نكون على علم ومنهج وفهم وحتى نستطيع أن نتعامل مع الموضوع. يعني أنا بدي أختم بقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذه إخواننا مسألة مشان تفهموا شو معنات النفاق الاجتماعي وشو معنات المسؤولية وشو معنات لازم أنت الشخص الذي في مسؤوليته أن تقول له وأن تنصحه وأن تقولها كلمة الحق، فلا تخاف ولكن تحسن عملية النصيحة، فلا تسيء ولا تتطاول. إذا وجد ذلك المنافق وجد ذلك المسؤول من يعني يأخذ على يده بالحق وبالقانون وبالطريقة السليمة، أعتقد أننا سنقضي على النفاق ونقضي على الأشخاص الشاردين في هذه المسألة واللي هم مش ملتزمين أصلا في أدائهم وفي اتزانهم. قضاءنا على هذه الظاهرة بالتزامنا بديننا، والتزامنا بديننا التزامنا بالمنهج السليم والسوي، حتى نكون قادرين على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا في سلوكياتنا. لأنه إذا بدنا حضارة وبدنا أمة وبدنا مجد، لابد أن نتبع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والمنهج القرآني والسنة النبوية الشريفة. أسأل الله أن يحفظكم جميعا، أن يبارك في أعماركم أو أوقاتكم جميعا، وأن يحفظ مجتمعاتنا وأرضنا وأهلنا، وأن يشفي مرضانا يا رب العالمين، وأن نصرف عنا جائحة الكورونا. تحياتي لكم، وأيضا التحية موصولة لفريق العمل الرائع في الإخراج الأستاذ أسامة ملحس، وأيضا في الهندسة الإذاعية الأستاذ محمد الملاح، وفي الإعداد الأستاذ أريج عمران. حفظكم الله جميعا، بارك الله في أعماركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كن فضوليا وأكثر السؤال.